ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. يعطيك العافية. حديثنا اليوم راح يكون عن إصابات أربطة الركبة. من المعروف أن هنالك أربعة أربطة مثبتة للركبة، وهي رباط المصلب الأمامي والخلفي، ورباطين الجانبيين الأنسي والوحشي. وظيفة هذه الأربطة هي المحافظة على اتزان وثبات الركبة. الإصابات في هذه الأربطة تحدث عادة من خلال السقوط خلال ممارسة الرياضة، أو تكون مصاحبة للكسور وحوادث السير. الأربطة ممكن أن تكون إصابتها منفردة، أو الأربطة ممكن أن تكون عدة أربطة مصابة، وخصوصا في حادات خلع الركبة وحوادث السير. المريض يحضر للعيادة، تكون الشكوى هي آلام في الركبة وورم وشعور بعدم الثبات وعدم اتزان الركبة. يتم تشخيص المريض عن طريق الفحص السريري والرنين المغناطيسي. أكثر رباط معرض للإصابة هو رباط المصلب الأمامي. بالنسبة لإصابات الركبة، عادة العلاج يكون جراحي لغالبية الإصابات، إلا في بعض حالات مثل ويتحكم فيها عمر المريض ودرجة الاحتكاك والتنكسات المفصلية الموجودة في الركبة. عند تقرر العملية للمريض، يخضع المريض لعلاج فيزيائي مكثف لإعادة تأهيل الركبة وتقوية العضلات. العمليات عادة بالنسبة للأربطة تعمل بواسطة المنظار، إلا في بعض الأربطة وخصوصا الأربطة الجانبية تعمل بواسطة تداخل جراحي محدود. نأخذ عادة لإصابات الأربطة رقعة من المريض، رقعة وترية من نهاية العضلات الجانبية للفخذ، وهذه الرقعة لا تؤثر نهائيا على المريض وعلى قوة وحركة الساق. بالنسبة لعمليات الأربطة المتعددة، يتم استعانة بأربطة من متبرعين. العمليات الأربطة هي عمليات دقيقة جدا وليست سهلة، لأنه يتوجب على الطبيب أن يزرع الرباط في المكان الذي كان أصلا موجود. في حالة زراعة الرباط في مناطق غير المناطق الموجودة فيها أصلا، يعرض العملية إلى الفشل، ويبقى المريض يشكو من عدم اتزان في الركبة. لكن العملية بسيطة وسهلة إذا عملت بأيدي، ودائما بكرر النقطة هاي، إذا عملت بأيدي أطباء متخصصين في الطب الرياضي وتنظير المفاصل. يخضع المريض بعد العملية الجراحية إلى علاج فيزيائي مكثف لمدة تقارب 6 إلى 9 أشهر، يعود بعدها المريض إلى ممارسة الرياضة بشكل طبيعي جدا إن شاء الله. عدم عمل عملية الأربطة لها مؤثرات جانبية. ببساطة، المريض سوف يبقى يشكو من آلام متكررة في الركبة، شعور بعدم الثبات في الركبة مما يعيق الحركة وممارسة الحياة اليومية، وممكن أن يؤدي إلى سقوط متكرر، وهذا السقوط يؤدي إلى إصابات أخرى في أربطة الركبة والمكونات الأخرى للركبة مثل الغضاريف وسطح المفصل، وعلى المدى البعيد يؤثر ويؤدي إلى احتكاك مبكر في المفصل. وبالنهاية بنصح كل مريض عنده إصابة في أربطة الركبة أن يراجع طبيب متخصص في الطب الرياضي وتنظير المفاصل، ولا تمنى السلامة للجميع.